اول شيء شكرا لقناه سامره لموقفها الداعم لملحق رصافه الثالثه مدينه الصدر. اولا اليوم هاي الشباب من طلعت خدمه سنتين مجانيه، اضافه الى اكثر من سنه من المظاهرات راعينا الظرف الراهن للبلد اللي كان سبق اللي كان يعني عندهم حجج كجائحه كورونا كالمظاهرات كالازمه الماليه. اليوم البلد بدا يتحسن، استقرت الظروف، حكومه انجاز خدمات شكلت حسب قولهم. فهم اليوم بعد هاي العناء مجلس الوزراء باجماع صوت بعد ضغط طبعا وبعد جهود وشجاعه ابناء مدينه الصدر اجبرتهم على ان يصوتوا على التعاقد مع ملحق الرصافه الثالثه ابناء مدينه الصدر البالغ عددهم 35491. قسمت اللجنه العدد هذا الى 14825 هم يبقون حاجه فعليه داخل مدينه الصدر، العدد المتبقي 20660 هم يوزعون على المديريات الاخرى وفق الاحتياجات وبقيه الوزارات. فكنا كلجنه وكممثلين ذاهبين الى التعاقد مع وتكييف الاوضاع مع المديريه، تفاجئنا بتشكيل لجنه سريه من قبل وزير التربيه وهذا الموضوع واضح بدسائس وبمؤامرة على أبناء مدينة الصدر بالتعاون مع نائب الأمين العام فرهاد نعمة وتوقيع كتاب على إلغاء الفقرة ثانيا وإقصاء 20666. بعد ذلك خرجنا بمظاهرة الثلاثاء الماضي في ساحة التحرير، تفاجأنا، كنا نتمنى نتوقع أن يكون دور لرئيس مجلس وزراء. اليوم أنت كدولة كمجلس وزراء صدرت أمر وزاري وبجلسة وبمؤتمر صحفي وبإيجاز وقريت التعاقد مع هؤلاء الشريحه. بعد ذلك كنا نتمنى من تسمع بيك خبر ان وزير تربيه تحايل على قراراتك ان تشكل لجنه تحقيقيه حول الوزير باعتبار التفاف القانوني حول قرار اعلى سلطه تنفيذيه بالبلد، لكن سكوت واضح وصمت مطبق من قبل محمد الشياع السوداني. فرسالتي لهم، احنا في المظاهرات السابقه بريناك قلنا الرجل ما عنده علم وشكلت لجنه سريه وراح يثبت موقفه. وزير التربيه لعب على وتر حساس باعتبار حساسيه الموقف بين ابناء مدينه الصدر وبين حكومه محمد الشياع السوداني. كنا نتمنى ان يدرأ الفتنه السيد محمد الشياع السوداني، لكن الظاهر محمد الشياع السوداني موافق على هاي الامور. فبالتالي الامر يفسر بامرين، هو مماطله هذه الشريحه لعبور الموازنه، حتى ال 14000 متوقعين انه يلغونهم، لان بعد ما عندنا ثقه بهاي الحكومه، لان انت اليوم من المستحيل بجلسه مجلس وزراء تصوت وبعد ذلك تلغي قرار، فاذا كان ببالكم ان تمر الموازنه وتماطلون ويانا هاي الايام وتمشي امور الدوله الطبيعيه فغلطانين، ما تلزمنا موازنه، تمر الموازنه ثاني يوم احنا مستعدين نطلع نغير حكومه. والله العظيم مو سبب يعني بطران انا، لا انتي من الجهه، لا عندي حزب سياسي، شاب محطم خريج صار لي سنين انا متخرج، ما عندي سبب انا اداء بكالوريوس. ما لقيت تعيين. ماكو اي تعيين، صار لي سنتين حاضر مجاني على امان ان يضيفوني. اليوم انتم اذا فعلا بهاي الحنكه وهاي التطبيق وهاي القانونيات وهاي الاداريات، نور زهير اليوم انا اسالكم وين؟ طلعت اليوم مجلس الوزراء بمؤتمر صحفي وتمثيليه ومخلي الفلوس يمك، وينه وينه اليوم؟ نور زهير الان يقيم حفلات وعزائم وبحمايه الدوله والان موجود وتوفر وراهنهم قال لهم 31/12 اذا ما اطلع يعني اذا ما اطلع اني يصير غير موضوع، وطلع وفعلا، فانت اليوم جاي على مود شاب على مود 350000 تحطم مستقبله، انا ما رايد اليوم منك شيء اليوم، اليوم انطيني عقد اعيش بكرامه اعين نفسي، اليوم انت ظلمتني وجاي تخليني اباوع عليك واظلم، واكو مثل ياباني يقول لا تكثر ضرباتك على رجل بائس، ما امامه الا الدفاع عن نفسه، فانا اليوم ما عندي شيء، تتهمني تهمني، عندك شوي عندك شوي، انت ذاك اليوم من صوتي ثاني مظاهرات انتهت قعدت ببيتي باعتبار وفيت حقوقي وبديت عهده جديده مع حكومه محمد الشياع السوداني، فبالتالي اليوم انت امامك هاي الايام مفصليه، هاي الايام مفصليه. إذ مرت الموازنة هاي الأيام مفصلية، عندك فرصة أخيرة تثبت حسن نواياك، تحقق مع وزير التربية، تحول الإقالة على أنه تضمن حقوق ال 20666 خيرا على خير ونبدأ عهدة جديدة مع الحكومة ونكون داعمين لها. لا والله مرت الموازنة دون تضمين حقوقنا راح تكون إنه صولة ثانية لإصلاح واقع البلد وإصلاح ما أفسده الآخرون.